أنا صلاح الدين عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتوليت منصبي منذ أسبوع كما تعلمون بعضكم أو كلكم، وشرفني أن أكون بشارك في أول مؤتمر صحفي عالمي يعقد في الهيئة منذ تولي منصبي. أحب ألفت الأنظار إلى صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات رقم 2 سنة 2014 صدر بتاريخ 4/1/2014 بشأن تنظيم العمل الإعلامي سواء للمراسلين المتواجدين والمعتمدين أو الزائرين لتغطية العملية الانتخابية بدءا من استحقاق الاستفتاء. فإحنا هنوفر نسخ كافية لحضراتكم لمن يريد الاطلاع على كافة التفاصيل الواردة بهذا القرار الهام. وأكرر أن هذا القرار هام، أن حضراتكم تطلعوا على ما فيه لأنه يحدد مسؤوليات الإعلام وما هو متاح وما هو غير متاح. على سبيل المثال وليس الحصر، إن الدخول له شروط معينة، أولها بالنسبة للمواسلين الأجانب أن يتقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات حتى يستطيع عن طريق تغطية الانتخابات سواء كان معتمدا بالفعل أو زائرا قادما من الخارج. يتم تقديم الطلب من خلال المكتب الصحفي، وإحنا بنرفعه للجنة العليا للانتخابات للموافقة. الأول بنعتمد المواسل ثم للموافقة على أن الصحفي يشارك في تغطية الانتخابات. عملية التسجيل المحددة في القانون بتتم عن طريق موقع اللجنة العليا للانتخابات، وده للتذكرة حضراتكم وتذكرة المصريين بالخارج لمن يرغب في المشاركة في الانتخابات القادمة عليه أن يفعل ذلك إن شاء الله. بيدخل على موقع اللجنة، بيدخل رقم القومي واسم الأم، ويستكمل بعض البيانات المطلوبة اللي في نهاية العملية المسهلة وميسرة على موقع اللجنة بيتم تسجيله وإبلاغه برقم التسجيل الخاص به. بيحتفظ برقم التسجيل ده إلى حين بمجرد أن يتم تسجيله، بيحتفظ برقم التسجيل إلى حين بدء إجراءات التصويت. بيستخدم رقم التسجيل ده بأنه يدخل يطبع به استمارة اسمها استمارة بيانات التصويت، اللي هيبقى عليها زي حاجة باركود أو رمز شريطي. الباركود ده بيستخدم فيه عند توجهه إلى السفارة أو المقر الانتخابي بتاعه، بيتم مسح هذا الرمز الشريطي للتأكد من هو ذات الشخص هو المطلوب حضوره في أو الاسم المدون في قاعدة البيانات بتاعة المصريين بالخارج. بالنسبة لتأمين السفارات وارتباط الواقع اللي بيحدث في مصر ويمكن تزايد العمليات الإرهابية بالتوقعات في الخارج، أنا بس عايز أقول حاجة، إن المصري المقيم في الخارج أولاً مطلوب منه أنه يلتزم بالقوانين المحلية وبقواعد العمل اللي بيلتزم بيها كل مواطن في هذه الدولة وكل أجنبي على أرض هذه الدولة. ثاني حاجة، أنا لا أتوقع أن المصريين في الخارج يقوموا بأي عمل يهدد أو يشكل اعتداء على السفارات بتاعتهم، لأن في النهاية دي السفارات المصرية اللي بتخدم المواطن المصري في الخارج اللي عايز يطلع جواز سفر، اللي عايز ينهي أي عمل أنصولي بيلجأ للسفارة. فلا نتوقع أن يكون هناك أي اعتداء على السفارات المصرية. في السفارات اللي في أعداد كبيرة، احنا طبعا في إجراءات أمنية تلتزم كل سفارة بتوفرها من أبواب معدنية وخلافه، ودي مش بس في فترة الاستحقاق الانتخابي، وإنما أي حد داخل سفارة مصرية عليه أنه يمر هذه الإجراءات الأمنية قبل دخوله.
بالإضافة طبعاً إلى أن السفارات في الخارج أطلعت الدول اللي هي معتمدة لديها على أن في استحقاق انتخابي هيتم في السفارة، وده واجب على السفارات في بعض الدول اللي بتحتم على أي سفارة أجنبية بتجري مثل هذا الاستحقاق الانتخابي أنها تفطر الدولة المضيفة، وفي تعاون مع هذه الدول لتوفير كل مش عايز أقول بس الحماية الأمنية وإنما أيضاً التسهيلات في محيط السفارة. التسهيلات دي بتشمل مثلاً توفير سواتر حديدية لتنظيم الصفوف في الخارج، توفير أماكن لركن السيارات، توفير تسهيلات أخرى بحيث أن يتم التنسيق بين السفارة والدولة المضيفة لاستقبال المصري اللي يرغب في الإدلاء بصوته في الاستفتاء بأقل قدر من الصعوبات وأكثر قدر من التسهيلات. مطلوب أيضا من الإخوة المصريين في الخارج المتوجهين إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية ألا يرفعوا أي شعارات سياسية، وهذه نقطة في غاية الأهمية. ده تطبيقا لقواعد التصويت الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، وهناك تعليمات لدى السفراء والقناصل العامين بصفتهم كرؤساء لجان انتخابية أن يمنعوا أي ناخب مصري يرفع شعار سياسي أيا كان، أو حتى يرتدي ما يشير إلى انتماء سياسي معين، وسيطلب منه أن يتخلص من هذا الشعار قبل أن يسمح له بدخول اللجنة الانتخابية. فأناشد يعني الإخوة والأشقاء المصريين في الخارج أن يلتزموا تماما بهذه التعليمات.